مساء الخير. الأجواء الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية بدأت في مصر من خلال بيع التذاكر ومن خلال الحصول على الفان اي دي ومن خلال الناس بقت تسأل هو أنا إزاي أقدر أحصل على تذكرة عشان أجي أتابع المباريات المقامة في مصر. يمكن الظروف أجبرت مصر خلال الفترة اللي فاتت عشان تستضيف البطولة الأمم الأفريقية بعد اعتذار دولة المغرب، فكان من خلال إن إحنا اشتغلنا بشكل مكثف جدا عشان نعمل منظومة رياضية حديثة تتماشى مع استضافة مصر للحدث الأفريقي الهام اللي بيعتبر من أكبر الأحداث الرياضية اللي بتحصل في مصر وبتحصل في الدول الأفريقية وبتحصل في العالم كله. النهاردة إحنا جايين نشرح لكم منظومة تذكرتي، ودي المنظومة الجديدة اللي اتعملت عشان نحصل على التذاكر الخاصة بالمباريات بشكل بسيط جدا وبشكل سهل وبشكل ما فيهوش اي تعقيد ولا في اي فساد ممكن يحصل. النهارده احنا عرفنا ان في 3 اماكن بيبيعوا التذاكر، مش بيبيعوا، بتقدر من خلالهم تستلم التذاكر الخاصه بتاعتك، منهم المكان الخاص بنادي الشمس. ونادي الشمس لو انت جاي من مصر الجديده فتقدر تيجي من ميدان تريومف عشان تخش هنا عند نادي الشمس، ولو انت جاي من مدينه نصر فبرضه اقرب لك نادي الشمس، ولو انت جاي من التجمع او انت جاي من جسر السويس او الالف مسكن فعندك اقرب لك هو نادي الشمس الرياضي اللي فيه الخيمه الخاصه بمنظومه تذكرتي، وفي الدرجه الثانيه والثالثه يمين والثالثه شمال عشان تحصل على التذاكر الخاصه بتاعتك وعلى الفان اي دي بتاعك اللي من خلاله هتقدر تخش تتابع المباريات بشكل سهل وبشكل بسيط وبشكل يمنع اي عمليه تزوير او اي عمليه غش او اي عمليه من السوق السوداء اللي كنا بنعاني منها خلال السنين اللي فاتت. النهارده احنا هنبدا جوله من داخل نادي الشمس الرياضي عشان نشوف الخيمه الخاصه بتذكرتي وعمليه البيع وعمليه استلام التذاكر وعمليه استلام الفان اي دي بشكل بسيط وبشكل ما فيهوش زحمه، ونشوف مع بعض المنظومه الجديده ازاي ساهمت في حل كل الازمات اللي عانينا منها خلال الايام اللي فاتوا. يلا مع بعض نشوف جولتنا ونبداها من داخل نادي الشمس الرياضي في اول حلقات تينسبورت من تغطيه البطوله الافريقيه اللي هنتشرف وهنصطحبكم في جولات عديده عشان نتابع مع بعض الاجواء الخاصه ببطوله الامم الافريقيه. يلا بينا. دلوقتي احنا من داخل خيمه تذكرتي الخاصه بنادي الشمس الرياضي اللي موجود في منطقه النزهه، جايين النهارده عشان نرصد مع بعض حاله بيع التذاكر واستلام التذاكر واستلام الفان اي دي، ونشرح مع بعض منظومه تذكرتي ومنظومه تذكرتي بتتكون من ايه؟ من اول ما بتسجل من على السايت الخاص بمنظومه تذكرتي لحد استلام التيكت الخاص بالمباريات والمباريات الخاصه بالمنتخبات الاخرى. زي ما النهارده جايين نتابع مع بعض نادي الشمس الرياضي، وهو واحد من 3 مراكز رياضيه موجود بيتم من خلالها بيع منظومه تذكرتي واستلام التذاكر الخاصه بمنظومه تذكرتي. نادي الشمس الرياضي النهارده هو المرحله الاولى اللي جايين نشوف من خلالها منظومه بيع التذاكر النهارده في تذكرتي. هنحاول مع بعض نرصد الاجواء هنا من داخل هذه الخيمه ونشوف مع بعض مرحله استلام الفان اي دي ومرحله استلام التذاكر الخاصه بالدرجه الثانيه والثالثه يمين والثالثه شمال. النهارده هنحاول مع بعض نرصد الاجواء بشكل سهل وبشكل بسيط ونشرح مع بعض مكونات منظومه تذكرتي. يلا نتابع مع بعض. احنا دلوقتي عاملين نظام جديد هيكون تابع لبطولة أمم أفريقيا اللي هتكون في مصر، هتبتدي إن شاء الله 21/6. هو النظام معمول في إن أنت بتعمل ريجستريشن أونلاين، بتسجل بياناتك كلها، بنتأكد من صحة البيانات، فيما بعد بيبعت لك فان أي دي رقم المشجع، بعد كده بتخش على السايت بتعمل ساين إن وتحجز التيكتس بتاعتك وبتدفعها سواء بفيزا أو عن طريق فوري، وبتجيلنا هنا سواء هنا أو في مركز شباب الجزيرة أو في مركز الأولمبي بالمعادي أو في أكتوبر، وفي طبعا في المحافظات. بتقدر تستلم من هنا من خلالنا الفان اي دي، وبعديها بتستلم التيكت بتاعتك. لازم يكون عشان تقدر تستلم الفان اي دي تكون اوريدي حجزت التيكت، وتيجي هنا عندنا تستلم الاثنين على طول. في من عندنا من خلالنا هنا دفع فوري، يعني انت لو حابب تدفع في فوري او تدفع بالاونلاين بتدفع اونلاين، لو حابب تدفع في فوري فعندنا هنا في الخيمه هنا في دفع فوري. يعني انا ممكن احجز الماتش واجي ادفع هنا عندكم. بالظبط كده. هو بعد ما بيشتري التيكتس من على السايت وبيدفعها بيجي لنا بقى المفروض ان هو بيستلم الفان اي دي وبعد كده بيستلم التيكت. هو بيجي لنا بالرقم اللي بيتبعت له اللي هو الفان اي دي، بندخله عندنا وبعد كده بيظهر عندي، وبعد كده بقى ببتدي ان انا اطبع له الفان اي دي، والعمليه دي ما بتاخدش مثلا 3 دقائق بالكتير وخلاص على كده.
بعد ما بياخد الفان اي دي بيتوجهوا لفين؟ بيتوجه بقى لناحيه التيكتس، بيبقى عندنا هنا الثانيه والثالثه يمين والثالثه شمال. هو في الاول الاستاذ بيجي بطلب منه الفان اي دي بتاعه اللي هو الرقم بيبقى اوله 1000، تبقى تذكرتي بعته له اس ام اس على الموبايل، باخده منه وباخد منه البطاقه بتاعته، بس باخد منه اخر 4 ارقام في البطاقه. بعدين بقى بتعمل ايه؟ بعد كده بكتبه مع السيستم عندي، لو هو شاري تيكت بيظهر على السيستم بيطلع، لو حد عمله اوثورايز ان ما ينفعش حد يستلم لحد ايا كان مين، يعني حتى لو مراته وابنه اي حد غير لما يكون عمله اوثورايز، فبتاكد ان هو عايز يستلم له عامله اوثورايز. بس هو حضرتك شاري ماتش ايه الاول ولا ماتش الافتتاح بتاع مصر وزيمبابوي؟ وجاي دلوقتي تستلم الفان اي دي واستلم التذاكر. طيب ممكن نشوف العمليه بتبقى ماشيه ازاي؟ يعني دلوقتي الاستاذ جيس اداك بطاقته وانت المفروض تستلم، دخلت الاربع اخر اربع فان اي دي، بعد كده دخل الاربع ارقام طيب الفان اي دي، طلعت الفان اي دي دلوقتي من الاس ام اس اللي جات لي من تذكرتي. هي العمليه سهله يعني، حاجه بسيطه جدا وما بتاخدش وقت يعني. مصطفى عبد القادر مظبوط. وانا كنت سافرت روسيا وطلعت الفان اي دي وعملت تيكتس بالطريقه دي، هو تقريبا نفس النظام نفس كل حاجه، بس هنشوف بقى مدى جديه الموضوع ده في الاستاد. يعني احنا موجودين من بدري، يعني بنشوف الموضوع ما بياخدش غير دقائق معدوده. دلوقتي هو بيطلع الرقم عشان يطلع يطبع الفان اي دي، فهنشوف العمليه دي ما بتاخدش وقت. ممكن تشرح لنا بس وانت شغال يعني بتعمل ايه؟ هو انا خلاص، هو مجرد ان هو ظهر لي اسمه بحط الورقه في البرنتر وبدوس برنت، فهي بتطبع على طول. دلوقتي انت بتجهز الكفر عشان تحط عشان بيبقى عليه الووتر مارك اللي عليها الحاجه، اللي عشان تضمن الحاجه دي اوريجينال مش مضروبه. فانا اهو طلع لي البتاع وش وظهر مصطفى عبد القادر، يعني بصورته تمام. بصورت حضرتك ايه دي بتاعه الفان اي دي بتاعه، وهيبقى موجود برضو على التيكت عشان ايه على الجيت يطابق بين الفان اي دي هنا وهنا. بس فبحطها نظبطها، بس نحاول نوصلها وكده بندخلها اليومينيتر بقى. بتعمل لها عمليه هي بس بنسيحها، بس اللي هي تبقى يبقى كارد يعني تمام، بس هي بتبقى اليمينيتور بس بيسيحها وخلاص. بس بسجل بقى طبعا كل الداتا عندي، كل حد جه استلم منك الفان اي دي بيكون الداتا بتاعته عندك. بكتب اسمه وبكتب الفان اي دي بتاعه، استلم كام واحد، جه امتى، بحيث لو حصل اي لخبطه نعرف نراجع الداتا بتاعتنا عادي فيها. دلوقتي احنا في انتظار الفان اي دي عشان الاستاذ يقدر ياخده ويقدر ساعتها يتوجه انه يقدر يشتري التذاكر بتاعته. استلم التذاكر، انا اشتريتها اوريدي. انت بتبقى شاريها، رايح تستلمها من الناحيه الثانيه. بس استلم، بس مفيش اي شراء ولا اي تعامل بفلوس، ولا اي تعامل فلوس خالص. دلوقتي الفان اي دي جاهز والاستاذ صراحه ما خدناش اكتر من دقيقتين، مش هقول لك خمس يعني. مصر ولا روسيا دلوقتي؟ لا هنا اضمن صراحه، احنا روسيا اضطرينا نسافر لحد هناك عشان نستلم الفان اي دي بتاعنا. يلا دلوقتي نروح نكمل جولتنا ونشوف عمليه الشراء واستلام التذاكر من الناحية التانية. دلوقتي احنا جينا لمرحلة استلام التيكت اللي بعد ما عملنا الفان اي دي واستلمنا الفان اي دي اقدر من خلاله استلم التيكت. وهنا الدنيا متقسمة الى 3 اقسام، الدرجة التانية، التالتة يمين والتالتة شمال. زي ما شايفين الناس، المشجع بيجي بيسلم الفان اي دي بتاعه، بيسلم بطاقته وبيقدر يستلم التذكره بتاعته. دلوقتي احنا معانا احد المشجعين اللي جاي يستلم تذكرته. اهلا بيك. ازيك يا فندم؟ قول لي بقى انت جاي تعمل ايه النهارده والدنيا مشيت ازاي؟ الدنيا كانت سلسه جدا وحلوه، عملت الفان اي دي وخدته بعدها ب4 ايام وجاي استلمه النهارده، وجاي اخد 3 تذاكر، رايح 3 ماتشات. بتسلم البطاقه للاستاذه وهي الفان اي دي وبتديني التيكتس بتاعتي حسب الدرجه بتاعتي يمين ولا شمال. حضرتك بتطبعيها؟ يعني بيديك البطاقه وبيديك الفان اي دي وساعتها انت بتعملي ايه؟ انا باخد الفان اي دي، رقم الفان اي دي بدخله عندي واخر 4 ارقام البطاقه وبس، بطبع له التيكت. الماتشات التانية يعني مثلا انا شايف دلوقتي كوتيفوار والمغرب وناميبيا وجنوب افريقيا، يعني بكام التيكت دي؟ 150.
احنا هنا قدام قسم الدرجه الثانيه، اللي جاي يستلم تذاكره من الدرجه الثانيه بيتوجه هنا لارقام 5 و4 و3 و2 و1 عشان يجي يستلم التذكره اللي هو اصلا دافع فلوسها وحجزها من خلال السايت. وهنا الشباب بيتعاونوا معاه وبيواجهوه ويطبعوا له التيكت اللي هو حجزه. عايزك تقول لي بقى بتعمل ايه من ساعه ما حد يجي لك بعد ما يستلم الفان اي دي؟ تمام، انا بس باخد منه بحتاج منه الفان اي دي والبطاقه بتاعته. البطاقه بتاعته واحده كده باخد منه 4 ارقام، فباخدهم بس ادخلهم عندي على السيستم، بسال عليه الدنيا وعليا يعني على السيستم، واول ما بيظهر لي التيكتس بتاعته ببعها له وبديها له. بس انا لازم اعرفه حاجه بس، ان عند الجيتس بتاعت الاستاد كده كده مش هيخش. التيكتس بتاعتنا بيبقى مكتوب عليها رقم الفان اي دي، تمام، وهم عند الجيتس بتاعت الاستاد لازم هيماتشوا الرقم ده باللوكم اللي في الفان اي دي بس. فلازم ما ينفعش حد يخش يعني حتى يهدي التذكره لحد او يسلمها لحد، او لازم تذكرته الشخصيه هو اللي هيخش بيها. مش بيها، عشان الفان اي دي هنا بيبقى مكتوب عليه رقم، الرقم ده بيبقى موجود عندي على التذكره بس. فانا بحاول اوجهه كده، عشان في ناس ما بتبقاش عارفه الموضوع ده وبتبقى فاكره ان هو ينفع يهديها للناس وكده. فانا بس اللي عليا ان انا بوصل له وبحاول اساعده بس. جولتنا مستمرة من داخل منظومة بيع التذاكر، ودلوقتي معانا أسرة مصرية جاية تشتري تذاكر عشان تشجع وتساند منتخب مصر في البطولة. أول حاجة، شايفين إزاي المنظومة الجديدة اللي إحنا جايين النهاردة تشتروا التذاكر منها؟ دي حاجة عظيمة طبعًا، يا ريت نفضل كده على طول يعني. يعني الواحد بيروح ماتشات مصر كتير وماتشات فرق التانية كتير، فيا ريت تفضل المنظومة كده على طول يعني. حضرتك النهارده جايه تشتري تذاكر عشان تساند المنتخب، فدلوقتي احنا هنرجع بالذاكره ل 2006 لما كانت المراه المصريه موجوده بشكل مكثف في الاستاد. حضرتك جايه النهارده تشتري تذاكر مباراه ايه؟ مصر واوغندا. ايوه، مصر واوغندا. شايفه ازاي النهارده المنظومه؟ كان زمان التذاكر لما بنشتريها كانت طوابير والدنيا كانت بتبقى صعبه، شايفه ازاي المنظومه كده؟ عجباني الفكره قوي، وحاسه ان الدنيا تبقى منظمه اكتر ان شاء الله يعني. تتوقعوا ايه بقى المنتخب مصر ان شاء الله؟ نصعب بس الدور الاولاني وبعد كده ربنا يسهل. حضرتك مش متفائل قوي. وحضرتك؟ يعني زيه ان شاء الله، نسعد كده بس ونشوف ربنا يسهل. موضوع تذكرتي ده او الشركه او الابلكيشن ده انجاز جامد جدا، وفي تطور كبير جدا، وده هيخلي في تنظيم وفي امان بالنسبه للفان اي دي. ماتش الافتتاح ما لقيتش غير تذكره درجه ثالثه للاسف بعد ما فتحوا الباب باسبوع، والنهارده بستلم الماتشين التانيين درجة تانية ودرجة تالتة برضه. ان شاء الله بنأمل نتائج جيدة في البطولة، وان البطولة بتخرج بشكل سليم جدا وبشكل متميز وبشكل يحكي العظمة المصرية في تنظيم البطولات ومختلف الأحداث الرياضية في جمهورية مصر العربية. شكرا لكم، وحاولنا نرصدكم في كل الأجواء، وإن شاء الله نبقى مع بعض في أماكن أخرى وفي جولات أخرى من برنامج تنس سبورت عشان نرصد لكم كل الأجواء الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية. شكرا لكم.